الموازنة مالتنا. الموازنة مالتنا بنيت على 167 مليار بواقع 42 دولار للبرميل. تمام. 167 تريليون عفوا يعني هي مليون دولار. 167 احنا الايراد انه الداخل الانكم اللي يجينا من النفط يجينا 90 تريليون. طيب راح يصير عندي عجز 70، منين راح اخلص النفقات بالوزارات؟ منين راح ادفع لها؟ يعني لازم ميزان المدفوعات يحقق عندي سيفتي، عندي يعني عندي ما اقترض، راح ارجع احمل العراق بالقروض، اقترض ب 70 تريليون حتى اسد الموازنه، واحنا نسميها موازنه تقشفيه. وين التقشف اللي بيها؟ وين التقشف؟ اكو موازنه ب 167 تريليون تقشفيه، اللي قبلها كان سعر النفط واصل للفوق ال 60. احنا عندنا موازناتنا كلها 100 110 120، هاي طفرت لل 167 في وقت اللي هي ركود عالمي وازمه عالميه اقتصاديه يمر بها العالم كله مو بس العراق، واسعار النفط نزلت نزول جدا كبير ملحوظ، ادى الى مشاكل كبيره في اعظم الدول مو عندنا احنا. زين، فاحنا ما عندنا سياسه تقشفيه بقدم هيك، اللي عنده تقشف ما يقدم هيك موازنه. فوين التناغم اللي عند الوزراء حتى يقدرون عندهم مساحه يتحركون بها مثلا، يقدر يشتغل من خلالها، يستورد؟ ما اعتقد اكو، ماكو، ولا اكو هيك تنسيق اصلا بين المفروض هسه وزاره التخطيط وزاره الزراعه هي المسؤوله عن توفير هاي الاعلاف حتى نامن الغذاء اقلها، على اقل تقدير نمنع الاستيراد ونحمي المنتج الوطني. شلون راح تحمي منتجك الوطني وانت بالسوق السوداء مثل ما تفضل استاذ جاسم هسه صعد 40%؟ ال 40% ترى رقم مذهل. اكيد طبعا. مرعب يعني، مو سهل هذا الصناعي اللي يصعد له 1% 2% حتى ما يسبب خسائر، مو يصعد 40%، ليش هو ربحه شقد ابو المشروع؟ ربحه يدور كليته في حول ال 25، مو اعتقد استاذ جاسم؟ صحيح. 25% بالاكثر. ايه مو هاي اكثر شيء. زين يروح يزيد اسعار 40%، هاي كارثه على الدوله ان تاخذ غرفه عمليات سريعه جدا، حل اني طارئ لانه من